اعلن البنك المركزي اليمني تجميد ارصده وحظر التعامل مع اثنتي شركه اغلبها تعمل في مجال استيراد النفط الى مناطق سيطره ميليشيات ايران الحوثيه، واصدر البنك المركزي في العاصمه المؤقته عادا تعميما الى كافه الشركات ومنشات الصرافه، نص على وقف التعامل مع 12 شركه تجاريه في صنعاء مؤكدا ادراجها في قائمه الارهاب، وحظر المعاملات التجاريه والماليه مع الافراد والكيانات المحدده وادراجهم في القوائم السوداء. ووفقا للتوجيه فإن من أهم الشركات التي شملتها العقوبات الحكومية شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات وشركة فيول أويل لاستيراد المشتقات النفطية. وطالب البنك المركزي الشركات بسرعة تنفيذ القرارات وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة وذلك خلال يومين من صدور التعميم.